اول ما فرضت نفسها على المجال الجراحي الطبي، وهم نوعين ما لهمش تالت. صح صح كده مظبوط. ما فيش ما يعني النوعين، نوع كان الاول ممتاز. ثم نوع ظهر بعد كده. وعايز اسال حضرتك، من الان الذي يفرض نفسه بشكل اكبر في السوق؟ ممتاز. لو بصينا في الصور اللي معانا، في صوره هنشوفها دلوقتي للنوع الاول من الدعامات، اللي هي من هذا النوع اسمها الدعامه شبه الصلبه. ده النوع الاول، ده اول نوع يعتبر ظهر، لكنه لم يكن بنفس المرونه اللي باين في الصوره قدامنا دلوقتي. ما كانش بالمرونه الكافيه ان هو يثبت وجوده، فكان الناس بتبقى في حرج اجتماعي. ازاي انا ابقى ماشي في الشارع كده، او هروح شغلي، او هنزل مع ده، او عندي حاجه مش منطقيه خالص، ولا تنفع معايا. فبدات تظهر حل لهذه المشكله الدعامه، اللي هي الهيدروليك، او اللي بنسميها البالونيه، هتبان في الصوره الثانيه، اللي هي بالشكل ده، نفس الاسطوانتين الموجودين، بس الميزه انهم بيتملوا ويتفضوا بسائل، ومتوصلين بمضخه اللي هي موجوده في الاسفل، وخزان للسائل اللي ده الصورتين مع بعض، دي الدعامه شبه الصلبه وجنبها الدعامه البالونيه. فطبعا الفرق واضح، هو ان انا اقدر بالدعامه شبه الهيدروليك دي اقدر ان انا اعيش حياتي كشكل كانسان طبيعي، لكن مع الوقت لقيناها لها مشاكل كتيره جدا. البالونيه لقينا ان الجزء اللي في العضو ده بيتاكل، فاضطر كل فتره عايز ادخل عمليات عشان اغيرها، كل كام سنه عايز اغيرها. البالونه دي نفسها ممكن يحصل فيها خلل، الوصلات تفك، الوصلات تتسد، يحصل التهابات اكتر من الدعامه شبه الصلبه. بالظبط، اجزاء كتير مزروعه. شفنا الصوره تاني، الاجزاء كتيره، يعني احنا بزرع واحده في كيس الصفن، واحده تحت الجلد، واثنين في الجسم. مظبوط، وفي واحده بالريزرفوار بنزرعها في جدار البطن الامامي. يعني فانا عندي جزء بزاخد تحت الجلد في الدار البطن. بالظبط، ده واحده في كيس الصفن. كتيرة مكونه طبعًا من اجزاء كتير، وخصوصا مرضى السكر بتبقى بالنسبه لهم بتزود الفرصه لحدوث التهابات. هذه العيوب بدات الشركات المنتجه للدعامات شبه الصلبه تبحث ثانيه في ايه اللي تقدر تعمله عشان تحقق الهدف اللي بتعمله هذه الدعامه بدون مشاكل. فبداوا يزودوا في مرونه الدعامه اكتر، بداوا يزودوا في تغطيه السيليكون بتاعها بحيث انها جسم ما يتعرفش عليها بسهوله وتدوم مدى الحياه. بدا الجزء الداخلي اللي بنسميه القضيب من الفضه، بداوا يعملوه بطريقه ان يعملوا تويستد، بحيث لما يبقى في بريشر على ما يبقاش على بوينت على اريا، يعني الضغط صعبه مش فاهم. يعني انا مثلا كنا الاول كانوا بيعملوها عباره عن قضيب من الفضه، قضيب واحد من الفضه. فانا لما اجي عندي اي سلك، سواء الماتيريال بتاعته ايا كانت، واتنيها انا بتني على نقطه. لكن لما انا اجيب سلكين والفهم على بعض وجتنيهم، مش هتني على مش هتتني في نقطه طبعا، هتتني على اريا، على مساحه، تديني كانها نص دايره. بالظبط. ايوه، فنص الدايره ده يعني مثلا لو بصينا فيه دي هنلاقي فيها اسطوانتين في الداخل ملفوفين مجدولين حوالين بعض. فلما جتني ما بتنيش في بوينت، شايف؟ انا بتني في اريا. تعمل كيرف، فدي بتديها ديورابيليتي او تحمل عالي تدوم مدى الحياه. مش مثلا يا جماعه، زي مثلا لما اجيب انا حته صفيح واروح جاي تانيها، ما هتتني بزاويه 90 بالظبط، وهتديني في نقطه واحده بس. ممتاز. فطبعا التقنيات اللي دخلوها في تصنيع الدعامات خلتنا تغلبنا على مشكلتها القديمه، وهي انها صلبه وبالتالي ما اقدرش اتنيها وافردها، والحرج الاجتماعي اللي بتسببه اصبح دلوقتي انا اقدر اعمل الدعامه بدون حرج اجتماعي، زي ما هيبان في الصوره الثالثه اللي هتبان لنا دلوقتي بعد اذنكم. الصوره الثالثه هتبين ان انا، ايوه، الصوره اللي مرسومه باليد على اليمين بتبين الدعامه وهي باللون اللبني داخل العضو. طبعا كلنا يتهيأ لنا ان احنا هنمشي بالشكل ده، اما اقول له اقول للمريض بتاعي انت هتفضل منتصب طول العمر، يقول لي يا انا همشي كده يا دكتور، لا مش ممكن. لكن لا يتخيل ابدا ان هو وهو منتصب برضه يقدر يتنيها بحيث تبقى تبان زي الصوره اللي على الشمال. يا ريت نشيل صوره الدعامه شبه الصلبه، نخلي صوره واحده بس. ما هي فعلا الدعامه خلاص يعني ادت غرضها واحنا فهمناها. تمام. لكن برضه لازم نفهم هي الدعامه، بس دي نفهمها واحنا بنتكلم مع بعض. الدعامه وهي محطوطه هنا، محطوطه في والعيان القضيب في كامل انتصاب. ممتاز، ما دي النقطه بقى. تخيل حضرتك هو في كامل انتصابه كده ومتني الى اسفل ومداري، دي اللي كانت بتقابلنا قبل كده، الصعوبه اللي بتقابلنا تغلبنا عليها، فاصبح دلوقتي المريض يقدر يخفي العضو ببساطه. المريض بيتهيأ له ان هو زي الانتصاب الطبيعي، ان يستحيل يتني العضو الى اسفل ومنتصب، لا ده بالدعامه يقدر يتنيه ويخفيه وكانه مش موجود اساسا.
يداريه في اي وضع، لان الدعامه بتتحرك في قدرتنا في اي اتجاه، اعلى اسفل جنب اي اتجاه، في مرونة عاليه جدا. فطبعا لما ظهرت الحاجات الجديده دي خلتنا بقينا نقول لا، الدعامه دي هي احسن انواع الدعامات والتي تصلح لجميع المرضى بلا استثناء، ولا يوجد منها اي مشاكل، واصبحت هي رقم واحد او البريفيرد في العالم كله، وحلت محل الدعامه الهيدروليك بما لها من مشاكل.